مبادرة المجتمع المدني 4000 نازح جراء الاقتتال بالنيل الأزرق. قالت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق إن الاقتتال القبلي الذي وقع مؤخرا في الإقليم أدى إلى نزوح نحو 4000 من عدد من القرى بالإقليم. وقال رئيس مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق محمد الطيب الصادق في تصريح: ما حدث مؤخرا في إقليم النيل الأزرق من اقتتال قبلي وصراع دموي هو الأعنف من نوعه، خلف عددا من القتلى والمصابين بينهم أطفال ونساء. وأضاف: هنالك أعداد كبيرة جدا تفوق 4000 نازح موزعين في مدارس جنيس شرق، وأنباء عن نازحين هجروا مناطقهم سيرا على الأقدام نحو 30 كيلومترا خارج المدينة. ووصف الطيب الملف الإنساني بالمعقد ويحتاج إلى تدخل من منظمات المجتمع المدني لتقديم الإيواء والمساعدات الإنسانية. وأضاف: الأعداد كبيرة جدا وتفوق قدرة الحكومة والمنظمات المحلية. وقتل 223 شخصا وأصيب العشرات مع نزوح الآلاف إثر أحداث العنف القبلي في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. إذن عبر الهاتف لمزيد من التفاصيل ونقف حول الأوضاع في ولاية النيل الأزرق، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ مصعب رزق الله، مراسل سوداني 24 من ولاية النيل الأزرق. مرحبا بك زميل مصعب. مرحبا بك زميلة حيلين وبكل متابعي سوداني 24. اهلا وسهلا. يعني مصعب، الاقليم ينعم كان بتعايش سلمي رغم تعدد القبائل التي تسكن المنطقه، ولم نسمع لهم اي خلاف من قبل. يعني السؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي حدث في المجتمع بالضبط؟ في البدايه نترحم على كل الضحايا، ارواح الضحايا في هذه الاحداث اللي ما بتشبهنا كسودانيين ولا بتشبهني الذي لك هذا الوطن الكبير اللي بيسع كل القبائل. يمكن على المستوى المحلي عدد كبير من القبائل، يمكن اكثر من 50 قبيله ممكن تكون قاعده في حي واحد هنا في النيل الازرق. الناس مترابطه ومتعايشه كان في سلام وامان. ما حدث انا اعتقد انه هو ممنهج ومرتب وعمل سياسي اقتصادي واضح دخل هذه القبليه في مجتمع النيل الازرق وقادتنا الى هذه الاحداث المؤسفه والداميه. نعم، ما الذي يحدث الآن بالضبط يا مصعب؟ وأطلعنا على الوضع الحالي للأهالي بالضبط في ولاية النيل الأزرق. نزوح عدد 9823 من النازحين. نعم. بمدارس منطقة جنيس والروسيرس نسيبة، بمدرسة نسيبة بنت كعب ومدرسة هاني مجزك ومدرسة المختار وطه الشايب. هذه هي المدارس التي بها عدد كبير من النازحين ومجموع كبير جدا، عدد من الاسر 1623 اسره في هذه المعسكرات، منهم الرجال ومنهم الاطفال. عدد الاطفال عدد 2921 طفل، والنساء 2934 امراه، الفتيات والشباب 1947، الحوامل 405 والمعاقين 41. هذه هي الاحصاءات الاخيره التي تخص النازحين في إقليم النيل الأزرق. هنالك نازحين لم يصلوا حتى الآن، منهم من نزح إلى القرية 11 و 12 ومنطقة أبو غمي وبانت ودندن، هذه هي مناطق طرفية من هذه من مناطق الاشتباك. نعم. هنالك بالأمس وصل عدد كبير من النازحين يقدر بحوالي 2000 أو 2500 نازح وصلوا إلى الدمازين سيرا على الأقدام من المدينة 8، وهي أيضا تتبع لمحافظة ود الماحي. يعني الاقتتال يستمر يوما بعد يوم ولا حركة ولا تدخل حتى الآن لاحتواء الموقف. لا أعلم ماذا هناك، يعني ماذا يدور في دواليب الأجهزة الأمنية حتى الآن. أيضا مفوضية العون الإنساني. طيب، ما في أي تدخل يا مصعب؟ أنا أول شيء بشكرك على الإحصاءات الدقيقة اللي تفضلت يعني أديتني لها. إلى الآن ما في تدخل من قبل الجهات المختصة والجهات الرسمية أو الحكومية، لكن بسأل عن تدخلات منظمات المجتمع الوطني، يعني عفوا المدني. دائما في حالات الحروب، في حالات النازحين، دائما بنلقى أنه في تدخل من قبل المنظمات. إلى هذه اللحظة هل في تدخلات من منظمات المجتمع المدني ولا لا؟ هايلين، انا احدثك الان واعلم تماما استعداد المنظمات للتدخل. المنظمات
يوميا تقف امام المفوضيه لاعطائها الاذونات والباس برميشن حق الحركه. المفوضيه تمانع، هنالك اجراءات امن وسلامه لا تستطيع ان تقدمها لهؤلاء لهذه المنظمات، والمنظمات التي تعمل هنا في اقليم النيزك تتضجر بسبب هذه الممانعات والمضايقات لعدم اعطائهم هذا الاذن للتحرك والتدخل السريع والاستجابه لهؤلاء النازحين. عدد كبير من المنظمات الان على هيبه الاستعداد انه يتدخلوا في هذه المعسكرات لتقديم الدعم لهؤلاء النازحين. عدد كبير جدا هم في اتم الاستعداد ليتدخلوا. هنالك نقص في المستلزمات الصحيه، في النظافه الشخصيه، المشمعات، النواميس. يعني حقيقي الوضع كارثي، الوضع الانساني كارثي هنا في معسكرات النزوح بمنطقه ود الماء، بمنطقه قنيص، وايضا محافظه الروسيرس بمدرسه هانم رزق. ما لنا نستفهم هذه الاجراءات المعقده من قبل الاجهزه الامنيه تتعلل بعدم وجود الامن وعدم حتى الاجهزه الامنيه تقول ذلك انها لا تستطيع توفير الامن. يعني ما لا نعرف، لم نعرف حتى الان من يستطيع توفير هذا الامن. يعني حفظكم الله، شكرا جزيلا زميل مصعب رزق الله مراسل سودانية 24 من النيل الأزرق. شكرا جزيلا لكم. وأريد ختاما أن أتحدث عن هنالك حتى الآن جثث تتحلل في هذه في مناطق الاقتتال والاشتباك في محافظة ود الماحي، 3 و4 و1 هذه هي مدن تتبع لمحافظة ود الماحي، يوجد بها عدد كبير من الجثث تحللت، وحتى الآن يتم التدخل من الهلال الأحمر لكيفية التعامل معها. هنالك مصادر تؤكد لنا تماما انهم لا يستطيعون تحريك اي شيء او عمل اي شيء بهذه الجثث. نناشد الحكومه والمجتمع المدني ونناشد السودانيين انه يحكسوا قضيه النيل الازرق بصوره واضحه ومباشره، ونحمل كل قطره دم سالت هنا في النيل الازرق وقتل وحرق تم على كل القاده في على مجلس السياده والقاده العسكريين الذين يحكمون السودان الان. شكرا جزيلا الزميل مصعب رزق الله مراسل سودانية 24 ولاية النيل الأزرق، حفظكم الله.